يا هلا وسهلا فيكم يا شباب. الحين انا في قسم يوبيسوفت وقاعد اجرب لكم ديفيجن 2. اليوم انا بس حاب انبهكم شيء, ان التصوير قاعد يصير بجوال الهواوي البي 20 برو. خلينا نبدا احنا دحين. اول شيء الشباب شدوا على طول, مشيوا على طول قبلي وانا جاهز استنى ابوي. بسم الله بسم الله بسم الله. شيء يبغى ذا عندي. اوكي شباب سيبوا كل شيء عليا, سيبوا كل شيء عليا. خلينا اخلص لكم يا خلينا اخلص لكم كل شيء, خلينا اخلص لكم شيء. اوه ايش الطبر ذا؟ دقيقه استنى يلا نعول لهم شات جان. ايوه خلص عليه بشات جان. اوه خلص الرصاص. طلع راسك طلع راسك طلع راسك يا شيخ. خلصوا خلاص, خلينا نفشخ الاغراض بسرعه. المشكله اعطوني شخصيه اللي هو الشخصيه هذه اللي حقت الاسلحه الثقيله, معاه رشاش ومعاه اللي هو رشاش وشوتجن وجريد لانشر. جريد لانشر يسوي لنا شغل كويس. هذول بيمشوا ولا كيف معاهم؟ شكله هو مصارخ عليهم. اوكي رشاش حقي كويس عشق. عندنا مجموعه ثانيه نروح نقاتلها وعسى ما منتبهين. كويس ما انتبهوا لي, بس كيف نخش عليهم هذول؟ دقيقه استنى بدو؟ والله بدو على طول من غير ما يتكلموا. الله كذا اقدر اقتله, ما له الا كذا. اجلس. ازعجتني تراك انت بالذات, انت ازعجتني. هذه مدينة انفجر؟ اوه والله انفجر كويس. موت انحرق انحرق ما فك ولا همني ولا همني. اوكي تمام هذا مات كمان. خلينا نطلع نشوف هذا, كأنه في واحد جنب هنا كان. فين راح؟ خلينا نقرب منهم شوية. ما له الا كذا يا رجل. طلع راسك طلع راسك طلع راسك اقول لك طلع راسك. خلينا افجر لك اياها. يا الله منه. امشوا امشوا يا شباب ما عليكم, ماسككم ماسككم حاميكم بالكامل. انا مسوي كل شيء هنا. اوكي الشتقن كويس, الرشاش كويس. كم رصاص عندي من هذا؟ اوه ما عندي رصاص. ابغى رصاص ابغى رصاص شباب. والله احتاج رصاص. اوكي خلينا نشوف هذا يمكن يعطيني رصاص, ترى مره احتاجها والله. كذا فشخ له كل شيء. طيب اعطاني رصاص؟ لا والله ما اعطاني. اوكي في شيء لازم اخلصه الظاهر. خلص كل شيء؟ اخذ كل حاجه علي. المشكله انا فاك اول واحد في البدايه. اوكي يلا الحين نبدا. اقرب منهم ولا من بعيد العبهم؟ سيب القنبله سيب القنبله بحالها. ايوه 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 اغسل فيه اغسل فيه. طيب خلينا نرمي له قنبله. اوكي حجلد فيهم, انا شغال فيهم من اول. كفو كفو. ايش الار بي حقك؟ استنى 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 استنى, اتوقع لازم اعالج نفسي. لازم اعالج نفسي. اوكي تمام. اوكي هيتشوت هيتشوت. ابي 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 هيا هيا خلاص مات. لا هذا درع هذا درع درع درع. اي رجع درع يرجع ترى. اي بس خليه لسه, حرام اضيع عليه العلاج فاهم. اوكي ترى بيجيك واحد هناك. اوكي يا والله الرشاش هذا صعب التحكم فيه مره صعب. ليش ليش نزلهم تحت هذا؟ ليش تفزلك ليش تفزلك؟ لازم انزل بنفسي انا. هذا ارمر ترى تسكعب الشيء عليك على زر الواي يعطيك الهيفي اوبن حقك. اوه 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 استنى استنى استنى. اه والله قتلته والله. سيبه 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 هذا حقي اغراضي هذا. ترى الحين في ناس كثير ترى. اوه من فين هذا جاني من ورا؟ يا الله اخويك والله ما ادري من اول اساعدهم انا. كلهم طاح. خويك مات مات عمران.
كلنا نموت؟ لا هو اسمه مات ومات. يا الله شوف مات مات ما استفدت منه. كلكم انتوا واو. ما ادري مين فيه هذا اللي ورا كذا. هذولي معانا ترى. روح ندوك يساعدك. ندوك هذاك والله الله ما حقدر اوصل له. ما حقدر اوصل له يا شيخ. يا ولد ساعدنا. تعال هنا. تعال يا دوك. عمران اول. تعال. يا. روح. ما المشكلة دم من مرة ناقص. لا مالك روح. يا هو. صعب علي. والله صعب عليك دوك. روح شوف فين جالس هو يلعب وروح امسك من حلقه. روح اجلده. قل. ساب خوينا كمان يموت. ابيك اسكت. اسمي حلوة كتيم زي قد يسيب العائلة. يلا. يا سلام عندي بازوك. واخنق دوك هذا اللي يسحب عليك. والله شكلي بانت. شكلها نسوي مجال. بنفسي ذاك سلاح ترى الجامد حق اخذه. بس ما عندنا غير اسلحة. لا بجمع رصاص. الرصاص هذاك اللي زر الواي. بنفسي يكون وانت تدو هذا القنابل. حط عمران. كف. ياب. يا الله اطرد فيك انا. عطميلي. خلاص مات. يلا. انت. يا الله منهم قروش هذولي. ايوه ركز الجط. خاف. اوكي. ايوه. في اثنين هنا قاعدين يحرقون. رجع شو اسمه؟ اربع. ايوه. عليك سامي يمين. تفوق على رجع سامي يمين. برص. حلو. والله مو راضي يموت. سامي يمين. سامي يمين. عليك سامي يمين. لسه باقي. يرجع. ارمى يرجع. اكيد؟ ايه. طيب. شو اللي بتحقق؟ ها؟ شو تسوي البنت حقك؟ ماني سامعك. البنت حقك شو تسوي؟ لسه ما جربت. دقيقة. وهذا عطابة. اي والله كويس والله صقعته صح. كف كم الهيد شوت عليها؟ ايوه جرنيت. ما له الا جرنيت كذا لازم يشتغل. حلو. يلا عطها هيد شوت الحين. يا الله. لا 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 لا. يا شيخ لا ما كنت بسوي كفر والله ما كنت بسوي كفر. رجع ارمر. كنت ابغى انقز وقام سوي كفر. يلا تكفى واحد يجي يساعدني. الله شكله ما حد يساعدني. والله ما في كلهم قليلين الخاتمه ولا عمران. اي والله المشكله والله اني ساعدتهم 1000 مره والله. كف. يلا كويس. ها هذا اللي جنبي. طيب خلاص هذا ما حنسوي له شيء. رجع الارض. ايوه كذا هروح ادلد انت فلوس هذول. كافي نايس. هذا فين رايح ذا؟ وين رايح؟ حلو. يا سلام. هذا ايش قنابل ذا؟ اذبح. كيف تسوي؟ ما عنده عمر ما تقرب له. والله ما ينفع. اوه حلو عمر. ايوه ضربه هيد شوت. ايوه هذا مشكله ارمر قوي. بس ايوه فك الارمر. فك. يلا. خلاص فك. خذ. الظاهر انه فزنا خلاص. زي ما قال دي خلاص فزنا خلاص. ظهر ان هذا هو الجيم. بس هذه المرحلة اللي لعبونا فيها التحكم فيه حلو. اكثر واحد عانيت. ها؟ اكثر واحد عانيت انت فيها. والله عانيت. والله الجيم اللي قبله والله جلست اعلمهم كيف يلعبون. الحين سابوني مرمي في الاوني قتيلا. والله قلة ادب. الله قهرون. المهم هذه كانت ديفيجن 2 ان شاء الله عجبتكم. انا بالنسبة لي عجبني التحكم حسنا اكثر من الجزء الاول. وايضا احمد هنا موجود ما ادري جاي شكر عليه فجأة كذا. انا قاعد اشتغل. يعطيكم العافية على المتابعة. ان شاء الله عجبكم المقبل. اذا عجبكم لا تنسوا الضغط على زر فيفرت وفولو. كل الاشياء الحلوه تقدر تعطوني اياها دائما. اعطوني اياها الله يرضى عليك. شكرا. كان معكم عمران وفهد واحمد. السلام عليكم.